السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعد إنساني واضح في كربلاء الإمام الحسين وفي النهضة الحسينية المباركة. هناك قول مشهور ينقل عن الإمام الحسين يحفظه الكثير. ينقل أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. قول مشهور جدا عن الامام الحسين لا بأس ان نستفيد منه في حياتنا الانسانيه العامه وبشكل الذي نفهمه لان قول المعصوم كما هو معروف نستطيع ان نستفيد منه من جوانب متعدده فلنضع حياتنا الان ونقول ترتيب الاولويات بالنسبه لحياتنا للوصول الى ما هو أهم وبالأهم نصل إلى ما هو الأهم هذه أولويات قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن ثلاث مفاصل مهمة جدا في حياة الإنسان الأول نفس الحياة لأنه قال الموت فالحياة تنتهي بماذا؟ بالموت إذن عندما نقول الموت لا ننسى الحياه كانما عندما نقول الموت هو الحياه والحياه هي الموت اقصد بماذا ليس على نحو التساوي وانما هذا بديل هذا فاما انا ميت او انا حي وهذا امر في غايه الاهميه وجودي كياني وكرامتي هي مشروطه بماذا؟ باني موجود واني حي يقول الإمام الحسين: هذه الحياة مع أنها مهمة جدا وعلينا أن نحافظ عليها، النصوص القرآنية أيضا عززت ذلك، بل أن العقل يقول أنه يجب أن تكون الحياة بشكل تام، وإذا تعرضت الحياة للنهاية بالموت لا تهتم إذا كان هناك تطبيق لما هو أهم. وما هو الأهم؟ أن تكون هذه الحياة كريمة، مكرمة، مرفوعة، لها رفعة، لها قيمة. بحيث انه كما نرى انه الحياه العاديه يعني الانسان ياكل ويشرب وينام ياكل ويشرب وينام حتى تنتهي لا يعد هذا شيء، هذا يعد كانه يوم واحد تكرار. لكن اذا كانت الحياه بشكل تصاعدي يعني بحيث يطور الانسان نفسه يحصل على نوع من الكرامه ونوع من كرامه الوجود هي التي تعطيه القيمه الحقيقيه لوجوده. مثال ذلك واضح، انظر إلى مثلا العلماء. العالم يبدأ بماذا؟ بمراحل تعلم وفترات وبشكل تصاعدي حتى يصل إلى مستوى ما. متى يكتشف هذا المستوى؟ في نهاية حياته، يقولون تمام ما وصله أو من المستوى العلمي هو هذا. هذه بمجموعها نراها أنه أمور مكرمة عند الإنسان. أنا وأنت نحترم هذه الأمور الإنسانية تقدر وتكرم هذه الأمور. إذا صارت الحياة في جنبه وصارت الكرامة في جنبه فأيهما أهم؟ لا شك أنه قيمة الكرامة أكبر من قيمة الحياة نفسها. ثمن ومثمن. مثال الآن فلنفرض أن هناك خاتم صنعه أحد الصاغة بنفسه مثلا كم قيمته دينار واحد لكن إذا صار بيد شخصية مشهورة مثلا أو عالم كبير ازدادت القيمة وإذا كان مثلا هذا الخاتم ندر المعدن الذي صنع منه تزداد القيمة وإذا وجده الآثاريون بعد مثلا ألف سنة أو ألفين أو خمسة آلاف تزداد القيمة والخاتم نفس الخاتم، ما الذي حدث؟ هناك اشياء طرات عليه فازداد قيمته ازدادت، الكرامه كذلك بالنسبه للانسان يكرم بازدياد، كلما تضاعف الامر اصبح اهم بكثير من الحياه. الحياه لها قيمه عاليه والكرامه لها القيمه الاعلى، لذلك اذا صار الامر بالخيار بين الاثنين فالاولويه لمن؟ لمساله الكرامه، هذا حث فعلي حتى تكون حياتنا الانسانيه افضل. ثم هناك حياه اخرى، هذه الحياه منقطعه بالموت، هناك حياه اخرى الموت ليس فيها عامل وانما تستمر الحياه. وهذه الحياه ايضا الكرامه متحققه فيها وبافضل اشكالها الذي نسميه مثلا ماذا؟ نسميه مثلا الحياه في الجنه. الحياه التي وعدنا الله سبحانه وتعالى ووعد المؤمنين من اتبع ترتيب الاولويات بشكل دقيق متبعاً لهذه النصيحه التي ذكرها الامام صلوات الله وسلامه عليه لابد انه سيصل الى هذه النتيجه وهو وعد من الله تبارك وتعالى فاذا صار الامر الكرامه الدنيويه في كفه وكرامه الاخره في كفه اخرى فالمرجح ما هو؟ الحياة الأبدية والكرامة الأبدية وهنا في الحياة الكرامة ممكن أنا وأنت صنعناها، أنا وأنت أعطيناها القيمة، أما كرامة الآخرة الله سبحانه وتعالى هو الذي كرم، كرم في الأصل بوجود الإنسان قال ولقد كرمنا بني آدم، ثم الكرامة العليا بوجوده في الجنة، لذلك ننتبه وبدقة بكلمات المعصوم صلوات الله وسلامه وما ينقل عنه وناخذ منه العبر الحقيقيه لتحسين واقعنا الانساني ولتحسين واقعنا المعيشي في هذه الدنيا ونصل الى ما هو افضل ثم ماذا؟ الافضل اذا صرنا بهذا الترتيب ورتبنا اولوياتنا بهذا الشكل الجيد لا شك ان هناك حقيقه هاله ستحيط بكل انسان وهذه الاله ستضيء للباقين فلدينا دور تربوي كما تعلمون ودور تعليمي كما تعلمون نربي أولادنا نعلم الغير الآخر ينظر لنا نحن كمؤمنين يجب أن نكون قدوة للآخرين فينظرون إلينا إلى أين نصل علينا أن نجد طريقة فعالة صحيحة حقيقية مرسومة بشكل هو الأكمل والأفضل فلنذهب إلى ماذا؟ فلنذهب إلى ما يقوله المعصوم صلوات الله وسلم عليه. لو اخذنا هذه العبارات وذهبنا الى كربلاء فماذا سنجد في مثل هذه الايام كان الامام الحسين عليه السلام موجود في كربلاء وحوله ماذا خير الخلق هذا الذين وصفوا بالزياره هكذا امرنا ان نقول طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم انتبهوا وفزتم فوزا عظيما فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم هذا التعبير اي انه يا ليتنا نحصل على هذا هذه الكرامه الكبرى التي حصلتموها وان كنتم خسرتم الحياه وان كنتم مثلا في كربلاء قطعت الاجساد وحملت الرؤوس الا انه وصلتم الى النتيجه الكبرى الاولويه من أين رسمت؟ رسمت بهذا الخط الإلهي الذي أشار إليه المعصوم بوضوح وما علينا إلا أن نتبع هذه الخطة وإن شاء الله تعالى نجتمع جميعا إن شاء الله تعالى تحت لواء سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين